لواء الدكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. مساء الخير يا فندم. أهلا يا فندم، مساء النور. أهلا بحضرتك. سيادة اللواء، كيف تقرأ اللقاء ما بين الرئيس السيسي وما بين رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، وتأثير ذلك على سبل التعاون العسكري بين مصر وباكستان كدولة يعني ذات ثقل في المنطقة؟ يعني أهمية هذا اللقاء بتأتي من أهمية دولة باكستان نفسها كدولة شرق أوسطية بتملك جيش من أقوى الجيوش في المنطقة. باكستان دولة متقدمة في الصناعات العسكرية، وأيضا جيشها من أكثر الجيوش تنظيما وكفاءة من ناحية التدريب، من ناحية التنظيم، وبالتالي هناك تعاون مشترك بيننا وبين القوات المسلحة الباكستانية من حيث التدريبات المشتركة، لأن هذا التدريب بينعكس بالفائدة على تبادل الخبرات في كثير التدريبات دي، على أحدث ما لدى الطرف الآخر من معدات، من أسلحة جديدة، من تقنيات، من تكتيكات. كل هذا بيؤدي في النهاية إلى خبرات جديدة لترفع الكفاءة القتالية لقواتنا. أيضا التصنيع العسكري المتقدم في باكستان بيتم الاستفادة، مصر أيضا لديها تصنيع عسكري متقدم، تبادل هذه الخبرات بيأتي في صالح كلا الدولتين، وبالتالي بنجد هناك اجتماعات كثيرة القوات المسلحة الباكستانية دائما بتأتي ثمارها في صالح كلا الدولتين. سيادة اللواء، هل أصبحت التجربة المصرية الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب تجربة يحتذى بها وتدرس من قبل كثير من دول العالم لمراجعتها، خاصة يعني الدول التي يعني تعاني من نير الإرهاب؟ ما فيش شك أن التجربة المصرية تعتبر تجربة فريدة في المنطقة كلها. مصر هي الدولة الوحيدة التي واجهت الإرهاب على أرضها منفردة دون الاستفادة أو دون طلب المعونة من أي دول أخرى. نحن واجهنا الإرهاب السلاح بالسلاح، الفكر بالفكر، حتى الحالات اللي هي بترجع أو التجنيد أو بيميل الفرد فيها إلى الاستماع إلى هؤلاء الإرهابيين لظروفه الاقتصادية الصعبة. مصر الحمد لله واجهت أيضا بالبناء والتعمير وتوفير الظروف، تماما بالتعمير، بالظروف الاقتصادية اللي تعدلت. شوفوا قد إيه كان عندنا هجرة غير شرعية، الهجرة دي انتهت تماما، أصبحت عندنا بالعكس مصر الحمد لله فرص العمل فيها، البطالة يعني نسبتها بتقل بنسبة كبيرة جدا، فرص العمل بتزيد، الخطاب الديني اتغير، الفكر المستنير هو اللي بينتشر في مصر. مصر لديها من التجربة ما يحتذى بها في كثير من الدول، اللي بيستفيد منها بيتخطى هذه العقبة، اللي ما استفادش منها انا جدهم هم اللي لسه يعني بيكافحوا مع الارهاب على اراضيهم. وزي ما بنقول الحاجه هي ام الاختراع، احنا لما واجهنا الارهاب منفردين كل يوم كنا على طول بنكتشف اساليب جديده، فكر جديد، كل ده واجهناه، واصبحت التجربه المصريه مطلوبه في كل دوله بتواجه الارهاب. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء الدكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق.